عليكم ومرحبا بكم. دائما نجد في الأفلام التاريخية القديمة أو الأفلام الكلاسيكية وكذلك في الحياة اليومية أن الأحصنة التي تقوم بجر العربات أو الأحصنة التي تكون موجودة في المسابقات العالمية يتم تغطية أعينها بقطعة جلدية صغيرة والتي تعمل على تغطية الأعين من الجانب ما عدا المنطقة الأمامية، وهذه الحركة تسهم في منع أي حركة طائشة قد تصدر من الأحصنة. ومن هنا سوف نقوم بعرض الغرض الرئيسي وراء القيام بهذه الحركة الشائعة من خلال هذا الفيديو. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. تعمل هذه الغمامات على إعانة أحصنة السباق على التركيز في الطريق الذي تسير فيه حتى تصل إلى نهايته، لأن الأحصنة بدون هذه الغمامات قد تفقد تركيزها وتتشتت، لأن الأحصنة لها قدرة على رؤية أي شيء خلفها، لهذا يمكنها الانتباه إلى أي خطر قد تتعرض له من قبل الحيوانات المفترسة. لهذا السبب نجد أن عيون أغلب الحيوانات من ناحية جانبي الرأس بخلاف الإنسان التي توجد عيونه في الجهة الأمامية. تمنع هذه الغمامات الحركة العشوائية الخطيرة التي قد تصدر من الأحصنة بسبب الغمامات التي يتم وضعها على أعين الأحصنة من الجانب. يمكن السيطرة على الحركات المريبة التي تقوم بفعلها الأحصنة، وبهذا تستطيع أحصنة السباق التركيز والانتباه في المهمة التي تقوم بها. الغمامات مهمة جدا بالنسبة للأحصنة التي تقوم بجر العربات، لأن الحصان أثناء جره للعربة التي تكون متصلة به قد يظنها حيوانا مفترسا يسعى وراءه لافتراسه، لهذا يجب عدم رؤيته لهذه العربة المجرورة بواسطته لكي لا يتصرف تصرفا طائشا يسبب الأذى له أو للأشخاص الموجودين داخل هذه العربة. ونجد أيضا أن أغلب العربات التي يتم استخدامها للتنزه مثل العربات التي تتواجد في مدينة نيويورك يتم جرها بواسطة حصانين، ولكي لا يشعر كل واحد من هذه الأحصنة بالقلق والفزع بسبب وجود حصان آخر بجانبه، فيقوم أصحاب هذه العربات بتغطية أبصارهم بالغمامات لكي لا يرى كل منهما الآخر الموجود بجانبه. وفي هذا الفيديو نجد أن أصحاب الأحصنة يحرصون دائما على تغطية عيون أحصنتهم بالغمامات لحمايتهم من الأضرار التي قد تحدث لهم بسبب انفعالاتهم وحركاتهم الطائشة التي تتسبب في إلحاق الأذى بأنفسهم أو بالأشخاص المتواجدين بجوارهم عندما يشعرون بالفزع أو الخوف من الأشياء المحيطة بهم. وبالنهاية إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب به. شكرا لكم وانتظرونا بفيديو جديد، إلى اللقاء.